السلام عليكم. زار صباحة اليوم رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفزاف بمعية رئيس اللجنة التنظيمية لمنافسة الشان، وكذلك بمرافقة السلطات تاع ولاية قسنطينة. إذا زاروا ملعب قسنطينة الشهيد حملاوي للوقوف على آخر الفتوشات، وقال ركزت يعني الخرجة هذه خصوصا بما يتعلق بملاعب تاع التدريبات، يعني ما مدى تهيئة الفضاءات تاع التدريب الملحقات للملعب الرئيسي، وكذلك بقية قضية اللابيتري كيف تنظيم المداخل تاع الملعب وتنظيم الجانب تاع يعني الامني واخر يعني اللمسات واخر الرتوشات قبل الانطلاق نتاع المنافسه. اللي اترككم عن نهايه الفيديو. السلام عليكم.